طب يعني انت راسم صورة دقيقة لفكرة هو خسر ازاي بسبب عدم وجود الامن طبعا وبسبب عدم وجود الاستقرار. لو خدنا الكلام على هنا بقى في مصر، لانه انا طالع برضو وضعي الاقتصادي صعب جدا، وجاءت هذه الحرب اثرت ازاي؟ هي كان لها تأثير في الأول، وأتصور أن التأثير بدأ أن هو يخف. إحنا تأثرنا في الأول في قطاع السياحي بإلغاء حجوزات نسبية في الفترة الأولانية، في الفترة الأولى، ومع يعني اتضاح الحالة التأثير ابتدى يقل. تأثيرها في زيادة أسعار البترول كان في الأول برضه نسبيا، ولكن مع ضمان أن إيران مش هتدخل سلاح البترول في صراعها معاها، حتى المشاكل اللي حصلت ما بينهم لم يتم التطرق إلى استخدام سلاح النفط. فالأمور استقرت عند مستوى عالي، لازال سعر النفط عالي. احنا بنتكلم فيما يقترب من 90 دولار للبرميل. البترول يعني هو مستقر، اي نعم، بس هو مرتفع. يعني البترول لو احنا بنتكلم ما بين 65 ل 70 دولار للبرميل، ده هيحقق مصالح الجميع ومصلحة الاقتصاد في العالم. لكن احنا بنتكلم في 90، لكن احنا لسه عند مستوى مرتفع. لكن لو كانت اشتعلت الاوضاع مع ايران كنا نصل الى معدلات فلكيه. الشيء المؤثر علينا ولا زال مؤثر هو ما ترتب على احداث غزه بشان سخونه البحر الاحمر وفقدان قناه السويس لنحو 50% من ايراداتها. الامر ده مصر طبعا ادارته بحكمه كبيره جدا، لان البعض كان رغم انه يعني حصلت خسائر ضخمه. حصلت خسائر، بس مصر بحكمتها وعدم تورطها في التحالف اللي هو الصراع اللي موجود. انت النهارده كنت هتخسر اكتر لو كنت دخلت في الصراع المباشر. انت بتقارن ما بين ضررين، فانت ضررك الحالي افضل من ضررك في الانجراف في هذا المكان، في ظل وجود في جيبوتي فيه قواعد امريكيه وصينيه وفرنسيه. اوروبا بالكامل، حتى اليابان لها قاعده هناك. صحيح. في المنطقه هناك. انت هتروح تدخل؟ لا، انت تقبلت ضرر اقل خشيه من تعرضك لضرر اكبر. بصبر استراتيجي متعودة عليه الدولة المصرية. يعني الدكتور محمد، خلي بال حضرتك، الحضارات، الدول اللي هي مستندة الحضارة، صحيح، بتختلف، بتنتصر على أعدائها وعلى أزماتها بالصبر. تفرق كتير جدا عن يبقى في انفعال ويبقى في قرار سريع ويبقى في اشتباك فوري، كل ده يؤدي خسائر. يعني البعض كان بيتصور ان يعني مصر النهارده، احنا لو كنا سرحنا بخيالنا في حجم الصراعات اللي كان ممكن تتورط فيها مصر في المنطقه في دول كتير، ده تخيل حضرتك الاضرار. لما بنقول على اسرائيل بتحارب في غزه، في غزه بس، وخسرت كل هذه الخسائر وعندها دعم غير محدود بيجي لها من امريكا وبيجي لها من دول كتير في العالم. لكن انت عندك مثلا حاولوا يجرجرونا في ليبيا، وبيحاولوا يجرجرونا في السودان، وبيحاولوا يجرجرونا في شمال المتوسط والبحر الاحمر وغزه. فكل ده انت كان عندك قرار ليه ابعاد استراتيجيه وامنيه، بس برضو العامل الاقتصادي كان مهم فيه. يعني القرار المصري بعدم التورط هو عينه على المواطن، لانه كده ظهره ممكن يتكسر بقى. وفي نفس الوقت ما فيش خيار مستبعد. يعني هي الاداره الرشيده اذا اضطررت اليه. يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتير جدا بيتكلم على القوه المصريه، الجيش المصري هو جيش رشيد.